بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تخلق بأخلاقه واتبع هداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم عن سعة رحمة الله تعالى. خلق الله الإنسان وجعل له القرآن منهاجا ينتهج به، والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة يتأسى به، حتى يشمل عبده بسعة رحمته في السر والعلن وفي الغفلة واليقظة. ومن جميل صنيعه وبره سبحانه أن جعل رحمته تسبق غضبه، وسخر ملائكته المقربين للتائبين المهتدين من عباده. قال تعالى في سورة غافر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش ومن حوله من الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم، أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح، ويؤمنون به أي خاشعون له أذلاء بين يديه، وأنهم يستغفرون للذين آمنوا أي من أهل الأرض ممن آمن بالغيب. فقيد الله سبحانه ملائكته المقربين ليدعوا للمؤمنين بظهر الغيب، ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، كما ثبت في صحيح مسلم: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثله. قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية، أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي إن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. ثم قال تعالى: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات. وقهم عذاب الجحيم بمعنى وزحزحهم عن عذاب الجحيم، وهو العذاب الموجع الأليم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي اجمع بينهم وبين آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الذين ثبت صلاحهم، لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم، وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني، بل رفعنا الناقص في العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنه. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه وأينهم، فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل،
فيقول: إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة. ثم تلا رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقوله سبحانه: إنك أنت العزيز الحكيم، بمعنى الذي لا يمانع ولا يغالب، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك. وقهم السيئات، أي فعلها أو وبالها ممن وقعت منه. ومن تق السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، فقد رحمته، أي لطفت به ونجيته من العقوبة، وذلك هو الفوز العظيم. فهذه المخلوقات النورانية من الملائكة، والتي جبلت على حمده سبحانه وشكره، مؤمنين مخلصين مقربين مقرين بالله أنه لا إله لهم سواه، ويشهدون بذلك، لا يستكبرون عن عبادته، يستغفرون للذين آمنوا ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله تعالى والبراءة من كل معبود سواه، أن يغفر ذنوبهم فيعفوها عنهم. وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك، فعلمت كل شيء، فلم يخف عليك شيء سبحانك، ورحمت خلقك ووسعتهم برحمتك. فمن كمال لطف الله تعالى بعباده أن قيض لهم الملائكة المقربين، يدعون لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم، ويستغفرون لهم ليحقق لهم سعادة الدارين، لا يخفى عليه مثقال ذرة، يعلم فيرحم، ويعلم فيغفر، ويعلم فيستر، فهو واسع الرحمة، واسع المغفرة، سبحانه جل وعلا، له مقاليد السماوات والأرض، لا يعجزه أمرنا، ولا يعجزه حالنا، فاللهم يا واسع الرحمة، قيد لنا من ملائكتك المقربين ما يؤمن على دعائنا مستغفرين، سائلين لطفك ومنك، فاللهم ارفع عنا هذا الوباء، وحقق لنا هذا الرجاء، وتقبل منا هذا الدعاء. إذن جعل الله هذه الرحمة مشروطة بالتوبة. فما معنى التوبة؟ التوبة لغة هي الرجوع، وشرعا تعني الرجوع إلى الله تعالى فيما أمر به، وترك ما نهى عنه سبحانه. فمن رحمة الله تعالى ولطفه جل وعلا بعباده أن جعل لهم باب التوبة، يصلحون أخطاءهم ويقلعون عن المعاصي، ويرجعون إلى كنف الرحمن كما يحب ويرضى لعباده المخلصين الذين جسدوا الاعتقاد الجازم بوجود الله ربا وإلها ومعبودا واحدا لا شريك له، آمنوا بأسمائه وصفاته من غير تحريف لمعانيه أو تشبيه لها بصفات خلقه أو تكييف أو تعطيل، آمنوا بالله وملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، مقتدين بنبينا صلى الله عليه وسلم، مستدلين بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، رواه مسلم والبخاري. وقال ابن القيم في الفوائد: والإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه، وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. وقال أيضا: ومن وجد أنسه في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله، ومن كان فتحه بين الناس ونصحه وإرشادهم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله تعالى حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك سبحانه ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه، فالهدى قرين الرحمة وفضل من الله تعالى. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فما دام لقاح الهمة العالية هو النية الصادقة
التي يبلغ بها العبد غايته ومراده. فلنصحح نياتنا ونصلحها ونجعل هممنا عالية بين يدي الله تعالى فيما يحبه ويرضاه، حتى ننعم بسعة رحمته ودعاء ملائكته، فائزين بغفرانه وفسيح جنانه. فاللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك ما يبلغنا جنتك، ومن برك وإحسانك ما يجنبنا غضبك، واجمعنا وأهلينا ودوينا على الصلاح، إنك أنت العزيز الحكيم. واحفظ علماء هذه الأمة يا ذا الفضل العظيم، واجعلنا في وطننا كالبنيان المرصوص، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام في ظل مولانا الإمام. واحفظه يا رب العالمين بما حفظت به عبادك الصالحين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.